قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. حسب بيان وزارة الصحة اليوم، فقد تم تسجيل 119 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر، ليرتفع بذلك إجمالي إصابات كورونا إلى 11504 حالة. كما تم تسجيل 14 وفاة جديدة بكورونا في الجزائر، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 811 حالة. أما بالنسبة لحالات الشفاء، فقد تم تسجيل 118 حالة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 8196 حالة. ولنذكر مشاهدينا الكرام أن عدد الوفيات يعتبر الأكبر منذ عدة أيام، كما أن حالة الشفاء فقد سجلت انخفاضا، وذلك بالمقارنة مع حالة الإصابة الجديدة. إخوتي الكرام، شاركونا أنتم أراءكم في التعليقات، وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.